السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة نظرة سريعة على سلسلة برامج جواد إنشائية. ده الموقع فيه شوية برامج كتيرة تقدر إن أنت تحملها. في قسم البرامج مجانية، في قسم للبرامج التجريبية وتقدر تشتريها بعد كده، وفي قسم للتعليم، وفي جزء خاص بالفيجوال بيزك أبليكيشن مع برنامج الإكسل وبرنامج الأوتوكاد، وفي جزء بيشرح الخوارزميات بشكل مبسط. فجميل ان احنا نلاقي برامج عربيه. تمام، دي البرامج اهيت. في برنامج الجواز المستمره خاصه بالبيم، الكاميرات وفقا للكود العربي السوري والكود الامريكي ورسم تفريد التسليح. في برامج خاصه بالتصميم الزلزالي، في برنامج الاعمده والاساسات الكولوم، في التفاصيل الانشائيه ديتيلينج، وبرنامج الادوات الهندسيه الخاص باجهزه الاندرويد. تقدر تختار بقى اللي انت عايزه. تقدر تحملها، في حاجات مجانية وحاجات مش مجانية. ممكن نروح لصفحة التحميل. اي دي اصدار كامل غير مجاني، وفي حاجات اصدار مختصر مجاني تقدر ان انت تحمله، وفي حاجات خاصة بالاندرويد تقدر برضو تحمله من هنا، وفي فيديوهات تعليمية لشرح البرامج ديت، وفي ملفات بحيث ان انت تجرب عليها ملفات اوتوكاد، وفي برامج مساعدة ممكن ان انت تحتاجها تقدر انت تسطبها من هنا. دي الاسعار والشراء، دي الدروس التعليمية، الخوارزميات. فنتمنى ان انتوا تجربوا البرامج ديت وندعم البرامج العربية، وياريت اي حد جرب البرامج دي برضو يكتب لنا في الكومنتات اذا كانت يعني كانت تجربة كويسة او فيها مشاكل، بحيث برضو نعمل فيدباك ونطور منها ان شاء الله. السلام عليكم.